دايما واحنا بنتكلم مع الناس الميزانيه التسويقيه ليهم في حاجات ناسينها، حاجتين ثلاثه كده مهمين جدا ودايما منسيين. ده بيودينا السؤال، ايه الفرق ما بين تكلفه التسويق وميزانيه التسويق؟ تقول لي ايه ده، هو في فرق ما بينهم؟ ولا طبعا في فرق كبير ما بينهم، والفرق ده هو اللي احنا بننساه وما بيتحطش في ميزانياتنا باختلاف حجم الشركه وباختلاف وجودها في السوق والميزانيات بتاعتها. بتلاقي في شركات حتى كبيره ناسين الموضوع ده او متعمدين ان هم ما يحطوهوش في الميزانيه بتاعتهم. ايه الحاجات دي؟ ايه الفرق ما بين الميزانيه التسويقيه وتكلفه التسويق؟ انا دكتور حسن المراغي، وانتي بتتفرجوا على ديجيتال ماركتنج لابس. تعالوا نجاوب السؤال، ايه الفرق ما بين الميزانيه التسويقيه تكلفه التسويقيه؟ بنسال السؤال ده ليه؟ بنسال السؤال ده لان احنا بنروح شركات وبنتعامل مع كيانات، سواء كانت افراد عامله مشروع على قدها بتاعها في البيت عندها، او واحد فاتح محل، او شركه استبلشت شغاله، او شركه لسه بتبدا، ايا كان. فتعاملنا مع ميزانيات من اول 2000 3000 جنيه في الشهر، يمكن بنقاش نتعامل مع الارقام دي قوي، او 2000 و3000 ريال ودولار في الشهر، لغايه الناس اللي بتصرف 5 لـ6 اصفار شهريا عادي. بنلاقي في الاثنين ان هما بيبقوا ناسين بعض النقاط، فتلاقيه حاسب تكلفه التسويق عليك، حاسب تكلفه التسويق وحاسب الميزانيه التسويقيه ومش مدخل فيها حاجات مهمه. فتكلفه التسويق او ماركتنج كوست، عندنا ماركتنج كوست تكلفه التسويق، وعندنا ماركتنج بادجت ميزانيه التسويق. فتكلفه التسويق بتزيد على ميزانيه التسويق في حاجات. كويس، ايه ميزانيه التسويق الاول؟ ميزانية التسويق هي الميزانية، هي كل حاجة هتصرفها على الأنشطة التسويقية بتاعتك. فعندك بقى إيه بأنواعها، فسواء كنت عملت إعلان، ده نشاط تسويقي وهو واحد من أنشطة كثيرة جدا، سواء كنت عملت محتوى عشان تنشره جوه الإعلان أو برا الإعلان على منصات التواصل الاجتماعية بتاعتك، أو عملت محتوى تنشره وتعمل منه إيميلات وتشتغل بإيميل ماركتينج، فيديو صورته، ايفنت حضرته، نزلت مكان، نزلت حته، عملت ايفنت وعرفت نفسك بالناس، رحت حضرت ايفنت وشاركت فيه، ايا كان ايه النشاط التسويقي، عملت فوانيس وستات اللي هو بيل بوردز وبيل بوكسز، ايا كان ايه اللي انت بتعمله، كل الانشطه دي بالاجزاء بتاعتها، والاجزاء بتاعتها من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، الاجزاء بتاعتها السته، وكل جزء في السته دول جواهم اجزاء اصغر، هنتكلم على الكلام ده ما تقلقوش، كل الكلام ده جوه الميزانية التسويقية. حلو، الفرق فين بقى؟ الفرق ان انت عندك مرتبات الناس، ففي كم واحد شغالين في الفريق التسويقي؟ 1، 2، 3، 10، ايا كان يعني الرقم 10 20. بنشوف فرق طبعا، في يعني الفريق لما بيعدي 6 و7 فبيتقسم فرق اصغر، او على الاقل المفروض ان هو يتقسم فرق اصغر، لان احنا شفنا اماكن طبعا مش مقسمين الفرق دي لفرق اصغر او وحدات اصغر. فلو كان واحد لوحده، سواء كنت انت معينه او كنت انت او انت اللي شغال بايديك، او 10، الواحد والعشرة دول مرتباتهم تتحسب جوه ميزانيه التسويق، لان هم بيعملوا انشطه تسويقيه. طيب ايه تاني؟ الاجهزه اللي بيستخدموها، لو في جهاز انت صرفه له من الشغل، انت اللي شاري له الكمبيوتر بتاعه، انت اللي شاري له اللابتوب بتاعه، التليفون بتاعه، يتحسب من ميزانيه التسويق. طيب ايه تاني؟ السوفت وير، لو بيستخدم سوفت وير علشان يتواصل مع زمايله، بيستخدم سوفت وير علشان يعمل بيه حاجه، فلو كان الجرافيك ديزاينر انت شاري له بريمير او ادوبي، ايا كان حاجه، ايا كان ايه هو ايه يعني، فوتوشوب او بريمير او والى اخره، فده الرخصه الشهريه بتاعه البرنامج ده جوه تكلفه التسويق. وهكذا هكذا، دي كلمه مطلقه، لكن كل حاجه تانيه ليها علاقه بالتسويق مش نشاط مباشر للتسويق فهي داخله معاك. فمثلا عندك الريسيرش، هتعمل ابحاث استقصائيه على البيرسونز بتاعتك، على المنتج بتاعك، على تصميم المنتج بتاعك، تسويق جوه تكلفه التسويق. فده الفرق المباشر الواضح ما بين تكلفه التسويق وما بين ميزانيه التسويق. فتسال نفسك سؤال، تسال نفسك سؤال يسهل عليك الموضوع. اي حد واي حاجه لمست العملية التسويقية من أولها لآخرها، تسأل نفسك ده داخل معايا تكلفة التسويق ولا لا. طيب إمتى أعمل ميزانية تسويقية وإمتى
أبقى واخد بالي من تكلفة التسويق في كل الأحوال. طبعا الناس في الأول لو أنت لسه بتبدأ مشروع في الأول فتكلفة التسويق دي بتبقى آخر حاجة الناس بتبص لها أو متبقاش حاجة من الحاجات المهمة اللي الناس بتبص عليها، ولكن لازم نبقى واخدين بالنا منها. بنبدأ بميزانية التسويق ونبقى عارفين احنا هنصرف على التسويق كام، لان الباقي ليه بيتنسي؟ الباقي بيتنسي لانه بيدخلوه في ميزانيات تانية، بيدخلوه في الرننج كوست، في تكلفه التشغيل والاوبريشنز والكلام ده. لكن لما اجي احسب الارقام بتاعتي لوجودي على السوشيال ميديا او وجودي على او الاعلانات لما بعمل ميديا باينج واعلانات مموله يعني، فسواء ما بحسب التكلفه هنا او هنا وباجي بحسب كوست اوف اكويزيشن تكلفه اكتساب العميل، لازم ادخل معايا الماركتنج كوست. ما ينفعش تبقى الماركتنج بادجت. ماركتنج بادجت انا بحدد انا بصرف كام، بحدد انا ايه ميزانيتي للتسويق والانشطه التسويقيه بتاعتي، ولكن لما اجي احسب اي حسبه ليها علاقه بتكلفه لاكتساب عميل او اي حسبه ليها علاقه بان انا هبني عليها، لازم يبقى عيني على الموضوع. في ناس بتبقى واخده قرار واعي ان هو لا انا مش هستخدم الماركتنج كوست، انا التكلفه اللي جوه دي انا مدخلها في الرننج كوست، هستخدم التكلفه اللي جوه دي انا مدخلها في تكاليف اخرى، انا بس هستخدم ماركتنج بادجت يعني ميزانيه تسويق. ماشي، بس خلي بالك ان دي حاجات هتاثر عليك، ولو ما تخصص لهاش مبالغ هتلاقي وانت ماشي معكش فلوس تعملها. لما تيجي تعين تلاقي نفسك بتعين اي كلام. ليه؟ لان انت ما عندكش ميزانيه للتعيين، ما عندكش ميزانيه لان انت ده داخل معاك في ماركتنج كوست، الراجل اللي هتعينه جوه الماركتنج ده ليه تكلفه، انت ما عندكش ميزانيه. الا طبعا لو انت عامل ميزانيه منفصله للتعيين وده جواه. في الاخر ده بيبقى على حسب ميزانيه المكان وميزانيه الشركه ومدير الحسابات ووجهه نظره وصاحب الشركه او مجلس الاداره، على حسب شكل الشركه وحجمها او حسب الكيان التجاري ده وحجمه. الخطوه اللي جايه عندنا هتبقى ايه الفرق ما بين ميزانية التسويق وميزانية الإعلان، الميزانية التسويقية والميزانية الإعلانية. قبل ما أقولك وأقولك آخر حاجة عايز أقولها لك، إحنا عندنا كورسز، عندنا دورات تدريب في التسويق الرقمي بتناقش كل ده وأكتر بكتير، تاخدك من الصفر للإحتراف، تعدي كل المراحل، فيها مهمات عملية تطبقها بإيديك وتشتغل عليها. تقدر تشترك في الكورسات دي من أي حتة في العالم، وكمان عندنا استشارات تسويقية، تقدر تحجز استشارة تسويقية مباشرة معايا لو عندك سؤال تسويقي، سؤال له علاقة بالمشروع بتاعك، بالشغل اللي انت شغاله، بالعمل اللي انت شغاله. كل ده تقدر ان انت تعمله وتحجزه. الاسعار اعتقد انها اسعار في متناول اليد جدا، بالذات بعد اللي حصل الفترة اللي فاتت دي، احنا لسه معلناش اسعارنا. لو ما اشتركتش في القناة اشترك، فيديو انت بتفرج عليه ده لو لغاية دلوقتي لسه ما عملتلوش لايك اعمل لايك، ده بيساعدنا على انتشار الفيديو، بيعرف يوتيوب ان الفيديو ده كان كويس، كان مفيد بالنسبة لك وعجبك. شكرا لحسن استماعكم، واشوفك الحلقة اللي جاية.